شو بيحكي لك متوازي المستطيلات؟ أنا متوازي المستطيلات، عندما تريد أن تحسب حجمي طبق القانون التالي. هلا متوازي المستطيلات طوله بيختلف عن العرض، بيختلف عن الارتفاع، علشان هيك راح أحكي طول ضرب العرض ضرب الارتفاع. المكعب الطول في العرض في الارتفاع كانوا نفس الاشي، عشان هيك حكينا اضربهم الثلاث ببعض. وحدة القياس ايضا سنتيمتر مكعب او متر مكعب، يا اما سنتيمتر مكعب او متر مكعب، مين بيحدده؟ السؤال. مين بيحدد الوحدة؟ السؤال. خلينا نشوف الامثلة. احسب حجوم الاجسام التالية: مكعب خشبي طول ضلع مكعب، اذا الضلع تكعيب، يعني 5 في 5 في 5، 5 في 5 25، 25 ضرب 5 125، وباخذ الوحدة هاي وبحط عليها تكعيب. اذا حتى احسب طول الحجب المكعب حكالي اضرب الضلع في نفسه ثلاث مرات: 5 ضرب 5 ضرب 5. إذن هي ضربته ببعض ثلاث مرات ويساوي 125. تمام يا رابع؟ 125 حسب إنه الطول. خلينا نشوف الحل: الحجم يساوي طول الضلع ويساوي ضرب طول الضلع طول الضلع. المفروض هون تكون تكعيب، اللي هي ثلاث طول الضلع تكعيب، ثلاث طول الضلع في طول الضلع في طول الضلع، وسنتيمتر هاي الإشارة تعني ضرب الخمسة ضرب خمسة ضرب خمسة، وهي عبارة عن سنتيمتر. هون يا مس ما بيزبط معي إني أكتب الثلاث، فهي عبارة عن سنتيمتر تكعيب. تمام. خلينا نشوف متوازي المستطيلات. متوازي المستطيلات حكى اضرب الطول في العرض في الارتفاع، يعني 2 ضرب العرض 4 والارتفاع 8. 2 في 4 8، 8 في 4 8 في 8 64. ونتطلع شو الوحدة؟ متر. اذا بحط متر مكعب. طب لو كان طول الضلع عندي مثلا 6، طول الضلع 6 وحكالي احسبي حجم المكعب، حجم المكعب شو بحكي؟ 6 ضرب 6 ضرب 6 تساوي 216. طبعا هو ما حدد، اذا حكالي متر فمباشرة بحط هون متر تكعيب. تمام. هلا بدنا نحسب حجم المواد غير المنتظمة. هلا غير المنتظمة يتم حساب حكينا بالماء على طريقة أرخميدس. أرخميدس استخدم انه اي شكل ما بيعرف فيه قيسه ماء له شكل منتظم بيغمره بالماء وبيشوف حجم الماء المزاح. هلا بحكي لي حجم الماء بعد الغمر ناقص حجم الماء قبل الغمر. يعني شو يعني غمر؟ اني قبل ما احطه بالماء حجمه، بعد ما تحطه بالماء وحجمه قبل ما حجم الماء قبل ما تحط فيه الماده او الجسم المراد حسابه. ووحده القياس يامس هي عباره عن المل، هي عباره عن ام ال اللي هي المل. تمام. خلينا نشوف. هلا انا عندي دورقين، الدورق الاول او المخبار المدرج الاول عند رقم 40، هي قبل الغمر،
بعد الغمر الحجر هذا الموجود عندي أو الجسم الموجود عندي ارتفع إلى 60 61 62 62 أو هما قربوا تقريبا 60، حكوا تقريبا إنه 60. فالقانون شو بيحكي لي؟ حجم الماء بعد الغمر اللي هو كم؟ 60 تقريبا، ناقص حجم الماء قبل. إذا 60 ناقص 40، إذا هاي 40، وهنا هكون تقريبا، هاي إشارة تقريبا اللي هي 60. فبطرح 60 ناقص 40 بعد ناقص قبل، فبيطلع عندي 20. والوحدة شو اتفقنا عليها؟ مل. الوحدة مل يا رابع. حجوم المواد الغازية حكينا بالسنوات القادمة إن شاء الله رح تتعرف عليها ورح تدرسها. هلا بالنسبة للمواد السائلة حكينا يا إما بالمخبار المدرج أو بالدوارق المدرجة، هاي بيستطيع إنك تقيس أدوات القياس. إذا هاي اسمها كأس مدرج وهذا اسمه مقياس مدرج أو المخبار المدرج يامس. احسب حجوم الأجسام التالية. ما حجم الماء في الشكل المجاور؟ خلينا نشوف حجم الماء. هي 60 61 62 63 طلعت معنا 63 مل. 63 مل، إذا هيها 63 مل. ما حجم الحجر في الشكل المجاور؟ طبعا قبل الغمر 20 40، هاي 60، إذا قبل الغمر 60، وبعد الغمر المسافة بين 80 و60 بالوسط هي عبارة عن 70، فسبعين ناقص 60 هي عبارة عن 70، نقص منها 60 عبارة عن 10. وشو اتفقنا؟ 10 مل. شو حكينا؟ 10 مل. اطلع هيها 10 مل، تمام. اذا كيف بدنا نطلع حجم؟ ما بنعرف، ما بعرف كيف اطلع حجم ماء بشكل منتظم عن طريق قاعدة أرخميدس وهي الغمر. هيك بكون انهيت الدرس، ويعطيكم ألف عافية. واجب بيتي حل مراجعة الدرس.